السلام عليكم، ازاي احط البوم صور هنا من فايل؟ هقول له بليز، هبدأ اختار الصور اللي انا عايزها، وليكن مثلا الصور ديت. ده اوبن، هدوس كنترول شيفت وابدأ اسحب. اقدر اتحكم في التقسيمة ديت من خلال الاسهم، يعني السهم لتحت يروح مقلل لي الاسهم، التقسيمات الافقية اللي فوق بيبدأ يقسمهم بالشكل دوت. برضو السهم اليمين والسهم الشمال، هقول له قسم، فهو كده حط لي كل الصور مظبطين مع بعض.